جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عند ولادة المرأة سواء كان المولود ذكرا أو أنثى، هل يجوز للأم أن تدعو لمولودها بدعاء السيدة أم مريم لابنتها مريم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم؟ هذا شيء طيب أنها تعيذ المولود من الشيطان الرجيم وتدعو له للصلاح والحفظ والحماية، فالدعاء مطلوب ولا سيما للمولود، ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى أعمالا تعمل لهذا المولود فيها خير له، منها أنه يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى، هذا سنة، يكون أول ما يطرق سمعه ذكر الله سبحانه وتعالى، ومنها أنه يختار له الاسم الحسن، وأحسن الأسماء وخير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، فيعبد لله عز وجل، اختار له الاسم الطيب. وكذلك من ما شرعه الله لهذا المولود العقيقة، وهي أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحدة في يوم السابع من ولادته، هذا هو الأفضل، وإن تأخرت أو تقدمت فلا بأس. في هذه العقيقة فائدة عظيمة لهذا المولود، لأنها تحصنه من الشيطان، تكون بركة عليه على أهله، شكر لله عز وجل. نعم.